إذا أردت أن يخلصك الله من الهم والغم والمشاكل التي تعصف بك، أولاً التجئ إلى الله وثق بالله وتوكل على الله وسلم أمرك إلى الله، واعلم أن كل شيء بيد الله. ودائماً احفظ هذه الكلمات ورددها عندما يضيق بك الحال، عندما يتخلى عنك الناس، عندما يمكر بك من هو قريب منك، عندما تجد أنك من أحسنت إليه يحاول أن يضرك ويؤذيك، قل هذا الدعاء. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، وصفة نبوية للتخلص من الهموم. أكثر الناس اطمئنانا بالدنيا وأكثر الناس استقرارا وهدوءا كان حبيبكم عليه الصلاة والسلام، لسبب بسيط، أنه طبق ما أمره الله به. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أعطانا توجيهات، نصائح، يمكن أن أسميها وصفة نبوية، مجموعة من الأدعية والاعتقادات والآيات القرآنية تصرف عنك الهموم. قبل أن نتحدث عن هذا الأمر أيها الأحبة، دعونا نتساءل، ما هو سبب إصابة كثير من الناس بالهموم؟ يعني لماذا الهموم تصيبنا اليوم؟ أولا، لأننا فقدنا الثقة بالله تبارك وتعالى، هذا رقم واحد وهو أهم سبب. طيب، حبيبكم عليه الصلاة والسلام كيف كانت ثقته بالمولى عز وجل؟ كانت ثقة عالية. أين يتجلى ذلك؟ في المواقف الصعبة التي مرت به صلى الله عليه وسلم. من أهم هذه المواقف عندما اجتمع رؤوس الكفر والإلحاد وتآمروا على التخلص من هذا النبي الكريم وهموا بقتله، وهاجر طبعا من مكة إلى المدينة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد الشر ولا يريد العنف، إنما منهجه أنه يدعو إلى الله بالتي هي أحسن. وعندما كان في الغار كان معه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، واقترب أحد المشركين من الغار وحزن سيدنا أبو بكر وأصابه شيء من الهم، ليس على نفسه بل على النبي صلى الله عليه وسلم، خوفا أن تنتهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له في هذا الموقف؟ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. انظروا إلى الثقة العالية جدا بالله سبحانه وتعالى. في موقف الكفار اجتمعوا والنبي في ليس معه أحد ولكن معه الله سبحانه وتعالى، وسيدنا أبو بكر ضعيف لا يستطيع مواجهة هؤلاء الكفار، فقال له: لا تحزن، إن الله معنا. لذلك أنا أستطيع أن أقول أيها الأحبة، هذه الآية ضرورية أن نحفظها، هي جزء من آية طبعا، ونتذكرها كلما أصابنا شيء من الهم أو الحزن. طيب، هذا رقم واحد. النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ينزل عليه قصص يواسيه بها، إذن الاستماع لقصص القرآن وبخاصة قصة سيدنا يوسف، الاستماع لهذه القصة يأخذك إلى عالم آخر مختلف تماما، عالم مليء بالتفاؤل والأمل، عالم يقربك من الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه القصص التي أنزلها الله عز وجل على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم لتواسيه وتذهب عنه الهموم. في قصة يوسف بعد أن فقد سيدنا يعقوب ابنيه يوسف وأخاه وهما أحب أولاده إلى قلبه، ماذا قال؟ قال:
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن هذه آية ينبغي أن تحفظها أخي الحبيب إذا كانت الهموم تعصف بك من كل جانب ولا تدري ماذا تفعل. استمع لسورة يوسف وكررها مرات كثيرة، كرر الاستماع، ودائما احفظ هذه الكلمات ورددها عندما يضيق بك الحال، عندما يتخلى عنك الناس، عندما يمكر بك من هو قريب منك، عندما تجد أنك من أحسنت إليه يحاول أن يضرك ويؤذيك. قل هذا الدعاء: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن لا تحزن، إن الله معنا، رقم واحد. اثنان: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أحد الصحابة كان محاطا بالهموم، تراكمت عليه الهموم حتى أقعدته في زاوية من زوايا المسجد، لم يعد يستطيع أن يفعل أي شيء. كثير منا يمر بهذه الحالة اليوم، كثير منا يجد نفسه أنه لا ينجز أي عمل، عاجز، لأن الحزن والهم ثقل يقعد صاحبه. التفاؤل يحرك، التفاؤل محرك، لذلك النبي كان أكثر الناس تفاؤلا وكان يعجبه الفأل الحسن. هذا الصحابي الجليل شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حاله، عليه ديون متراكمة، هموم، غم، لا يدري ماذا يفعل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك. هذه الكلمات ينبغي أن تحفظها مثل اسمك أخي الحبيب: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. دعاء سهل جدا جدا، دعاء سهل أخي الحبيب، كل إنسان يستطيع أن يدعو به ويحفظه ويكرره كل يوم. لذلك يعني الصحابي بعد أن قال هذا الدعاء قال: لم تمضي أيام قليلة إلا وقضى الله ديني وأذهب همي. سبحان الله، لماذا أيها الأحبة؟ ما سر هذا الدعاء؟ اللجوء إلى الله. وهذه هي أو هذه هي الوصفة رقم أربعة: فقدنا اللجوء إلى الله عز وجل، أصبح أحدنا يلجأ إلى البشر ويترك رب البشر سبحانه وتعالى. وهنا المشكلة، أن هناك إلها كريما عظيما ملكا، ملك الملك، بيده كل شيء، بيده كل شيء، كل شؤونك بيد الله سبحانه وتعالى. لا تظن أنك تستطيع أن تفعل أي شيء خارج إرادة الله، لا تستطيع أو لا تتخيل أن أحدا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك، لا، كل شيء مكتوب. هذه قناعة راسخة عندي أيها الأحبة، بعض الناس طبعا ينكرونها، ولكن هذه القناعة مريحة جدا، قناعة الثقة والالتجاء إلى الله وتسليم الأمر لله عز وجل. هذه القناعة أنا تجربتي الشخصية أنها تريحك جدا، تخلصك من عقدة الذنب. بعض الباحثين أو المفكرين يقولون إن الله لا يتدخل في شؤون العباد، وضع قوانين في الكون وتركهم، يعني كأنه يقول لك إذا أصابك أي مكروه أنت الذي يجب أن تتحمل المسؤولية، وأنت الذي يجب أن تحمل الهم، وأنت الذي يجب أن تحمل نفسك عقدة الذنب،
وليس هناك من ينقذك. وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح أيها الأحبة، لأنك إذا سلمت نفسك للدنيا صدقني ستعصف بك الهموم. يعني مثال بسيط أيها الأحبة، إنسان لديه شخص يحبه، أخ أو ابن أو أب أو أي شخص يحبه، هذا الشخص أصابه حادث مثلا بسبب شخص آخر ومات. طيب، سيبقى يعاتب نفسه، لماذا لم أحمي هذا الشخص من الحادث؟ لماذا فلان صدم هذا الشخص العزيز إلى قلبي وقضى عليه؟ لماذا لم نسعفه؟ لماذا لم يعني يسعفه هو إلى أقرب مشفى؟ لماذا 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 ويجلس ربما سنوات في هذه الدوامة؟ بينما إذا اعتقدت أن الأجل بيد الله وكل شيء انتهى، كله مكتوب، وسلمت الأمر إلى الله، ستشعر بسعادة غامرة. وفي النتيجة أنت كلا الحالتين لا تستطيع أن تفعل أي شيء، الإنسان مات. يعني سواء تم إنقاذه لم يتم إنقاذه، كله بأمر الله. فثقافة اللجوء إلى الله أخي الحبيب، النبي كان يمارسها باستمرار. ما معنى أعوذ بالله؟ أي ألتجئ إلى الله. إذا دخل إلى السوق كان يقول أعوذ بالله من شر هذه السوق وشر ما خلقت لها، وأدعية كثيرة طبعا. إذا أراد أن يأتي أهله كان يستعيذ بالله من شر الشيطان. إذا خرج من بيته يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ. إذا أراد أن يقرأ القرآن يقول أعوذ بالله، ألتجئ إلى الله. إذا أراد يعني في كل شأنه يلتجئ إلى الله. إذا غضب كان يقول أعوذ بالله، بل يعلم من يغضب يقول له قل أعوذ بالله، لأن الغضب من الشيطان. فإذا ثقافة الاستعاذة بالله واللجوء إلى الله عز وجل والاستقواء بالله، هذه الثقافة تزيل عنك الهموم وتبدلك مكانها فرحا وسرورا واطمئنانا وسعادة، وهذا ما نريده. إذن استعذ بالله من الشيطان الرجيم للقضاء على الهم. هناك ثقافة تسليم الأمر لله عز وجل. يعني مثلا تقول حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا دعاء مهم وآية قرآنية لعلاج الهم والغم. عندما تأوي إلى فراشك، نبينا ماذا كان يقول؟ كان عليه الصلاة والسلام كل يوم عندما يأوي إلى فراشه يتوضأ، ثم يضطجع على شقه الأيمن، ثم يقول اللهم إني توكلت عليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. يعني توكلت عليك واحتميت بك، لا ملجأ رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. يعني رغبة بما عندك يا رب، ورهبة وخوفا من عذابك، لا ملجأ ولا منجا. يعني أين ستذهب أيها الإنسان من الله؟ لا تستطيع أن تذهب إلى أي مكان، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إذا كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام المتصل بالله مباشرة يقول هذا الدعاء كل يوم قبل أن ينام، طيب بالله عليكم كيف بنا نحن اليوم؟ من منا يتذكر هذا الدعاء اليوم؟ سبحان الله. هناك أدعية من القرآن قالها بعض الأنبياء فأذهب الله عنهم الغم،
وعلى رأسها دعاء سيدنا يونس الذي كان في ظلمات البحر في أعماق المحيط، والتقمه الحوت فدخل في ظلام بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمات رائعة جدا للحماية من الهم والغم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. رائع جدا، ماذا تريدون أعظم من هذا الكلام؟ لو كان سيدنا ذنون أو سيدنا يونس عليه السلام، النون هو الحوت طبعا، وسمي بذنون لأنه صاحب الحوت الذي بقي في بطنه فترة طويلة من الزمن لا نعلمها، ولكن ظاهر الآيات يدل يعني الله سماه صاحب الحوت، فمما يدل على أنه صاحبه فترة طويلة لا ندري كم، والله أعلم. هذا الدعاء أيها الأحبة بفضله أنجاه الله من الغم، فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن هذا الدعاء ينجيك من هموم العصر. الاستماع هنا إلى القرآن العظيم يعتبر وصفة رائعة جدا لعلاج الهموم. إذن دعوني ألخص هذا اللقاء بكلمات قليلة جدا نختم بها. إذا أردت أن يخلصك الله من الهم والغم والمشاكل التي تعصف بك، أولا التجئ إلى الله وثق بالله وتوكل على الله وسلم أمرك إلى الله، واعلم أن كل شيء بيد الله، وأن الأمة لو اجتمعت لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وكذلك إن اجتمعت الأمة بل الكون كله على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء واحد قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا علمت وأيقنت أن كل شيء مكتوب ودخلت في مرحلة التسليم الكامل لله عز وجل، إن شاء الله سوف تتجنب هذه المشاكل وسوف تتلاشى وتذهب ولن تشعر بها. وهذه تجربة شخصية أخي الحبيب، أتمنى كل إنسان أن يطبقها في حياته وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القائل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا الهم والغم وأن يبدلنا مكانه فرحا وسرورا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.